يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه العبارة تكتب على بعض السيارات وهي: على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب، هل هي عبارة صحيحة؟ كف القدر، هذا منين جاب كف القدر؟ لو قال نمشي على القدر أو على ما قدر الله ولا ندري عن المكتوب هذا معنى صحيح. أما كف القدر هذا من اللي قال كف القدر؟ نعم.